بلى أحد نبينا أمينا فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Let's go.
ربنا من صلى عليه بلسان ولا شما بعد حفاك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك من اسمه بوتينو Do we want to give a salam to Rasulullah صلى الله عليه وسلم? Yes. So he might tell us, وعليكم السلام. وعليكم السلام. So we have to continue saying, يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج نحن جيران بدر حرمي حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان نحن من قومي به سكنوا وبه من خوفه أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وبآيات قرآن أمو فقائد فينا والصفا والبيت يا ربنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وبآيات قرآن أمو فقائد فينا أخرهن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج نعرف بطحا وتعرفنا والصفا والبيت يا ربنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج والإمام الصادق الحفيد وعلي ذي العلا اليمني يا رسول وبفضل الله قد سئلوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج والإمام الصادق الحفيد وعلي ذي العلا اليمني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والإمام الصادق الحفيد وعلي ذي العلا اليمني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سئلوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فانجو في هذا تقول كذا
عاصم بالله واستعر يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى طهري هم أمان الأرض فذكر يا رسول الله شبه بالآن جميع ظهر مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رب فنفعنا ببركتهم ومثل الحسنى بحرمته وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله على محمد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم don't be greedy بخيل صلى على النبي.